معلم عم تابع عرض اليوبي سوفت فورورد مبارح ولما شفت الساعة الرملية وبرنس اوف بيرجا كنت هيك صرت هيك <applause> <Get over here. تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله مرحبا يا شباب معكم وسيم من جيمرا ورجعت لكم بمقطع جديد اليوم بدي احكي على يوبي سوفت فورورد المعرض الثاني اللي عملوه لالعابهم القادمة صراحة لفت نظري كثير العاب ولكن اكثر شيء شدني هو برنس اوف بيرجا هاي اللعبة معلم هي التي ادخلتني الى عالم الالعاب على البي سي بتذكر يعني ما كان عندي بلاي ستيشن كنت جايب كمبيوتر جديد ورفيه بالمدرسة قال لي لعبان برنس اوف بيرجر قلت له لا شو هي هون معلم اخذت منه السي دي رحت على البيت حطيت برنس اوف بيرجر لعبت اول شيء جزء الوريور ويزين صراحة اللعبة فلجتني بأسلوب القتالي اللي ما كان في شي بيشبهه بهداك الوقت بتحسه عم بيعمل بريك دانس مع قتال بالسيوف مع قصة كانت فعلا رهيبة صحيح وقتها كنت يمكن ما أفهم بالإنجليزي بنوب ما فهمت شيء والقصة كثير متشابكة بس يا أخي شدتني كانت مدخلي الى يوبي سوفت ومن وقتها عشقت انا صراحه شعار اليوبي سوفت حسوا انه العاب ماكنه معلم وفعلا بهذاك الوقت كانت العاب اليوبي سوفت 10 على 10 فوقت شفت الساعه الرمليه قلت يا ربي دخيلك جزء جديد من برنس اوف بيرجا هي اللعبه ما ماتت يوبي سوفت هي فكرتها اللعبه ماتت والعالم ما عاد حبوها ولكن اللي صار نزلوا اساسن كريد الجزء الاول الجزء الاول من اساسن كريد كان رهيب وكان الجزء الاخير الرابع اللي نزلوه بشكل كرتوني للبرنس اوف بيرجا كان سخيف جدا يعني يوبي سوفت هي اللي قتلت برنس اوف بيرجا مو الجمهور هو اللي ما عاد حب برنس اوف بيرجا اكتبوا رايكم بالتعليقات انا هذا اعتقادي لان اللعبه بالجزء الاول والثاني والثالث كانت من ارهب الالعاب ومن اجملهم قصصيا فوقتا شفت الساعه الرمليه قلت يا ربي دخيلك جزء جديد برنس اوف بيرجا ام طلعت ريميك صراحه ضايقت شوي ولكن أه الجزء الاول كمان هو من الاجزاء كتير كتير حلوة بتذكر القصة كانت يعني رهيبة أه بتلعب بهالبرنس الفظيع أه ما اللي ما لهم لاعبين القصة ما بدي احرقها عليهم ولكن القصة حلوة النقطة وين معلم انه بتذكر الجزء الاول كان ما بيشتغل الا على كروت شاشة اف بينما الجزء الثاني بيشتغل على كروت شاشة كانت MX هدول من انفيديا شلون الجزء التاني بيشتغل على على نوع اضعف من الكروت ما بعرف انا كان عندي الام اكس وبتذكر وقتها اني غيرت كرت الشاشه على اللي نزلت اشتريت كرت الشاشه صمدت هيك من وراء اهلي مصاري نزلت لتحت اخذت الاف اكس فتحت الكيس على الهسي يعني بهدوء قمت الكرت القديم حطيت كرت الاف اكس بس بشان شغل الساندز اوف تايم هاي اللعبه وهلا عملوا له ريميك متحمس له صراحة ولكن في عدة أمور هذا الريميك يعني عاملينه قال مثل ما قالوا أعادوا تمثيل كل المقاطع مثل ما رح نشوفهم بهي المشاهد الاستديو اللي عم يساوي هي اللعبة هو استديو هندي موجود بمدينتين بون ومومباي هذا الاستديو الهندي أول مرة بيشتغل بشكل منفصل على هي اللعبة على لعبة كاملة هنا بالعادة بيساعدوا مساعدة فلهيك معلم حاسس انه حاطين كل تعبهم على الموضوع حتى يطلع معهم شيء حلو، بس الجرافيك بتحسه مره حلو بتحسه ما حلو، هو عاجبني الستايل تبع الجرافيك انه عم يحاولوا يحافظوا على النمط الاساسي للعبه بس مره بتحسه قوي مره بتحسه هو نفس الجرافيك الجزء الاساسي المؤديين الصوتيين هن نفسهم وجابوا لنا هذا المؤدي الصوتي نفسه تبع برنس اوف بيرجا وعم بتقول هي المطوره تبع الاستوديو انه غريب 15 سنه صوته ما تغير فعلا صوته ما تغير Some people say time is like a river that flows swift and sure in one direction هي اللعبه رح تنزل بتاريخ 21 جانوري يعني السنه الجايه اول شهر بالسنه الجايه أه رح تنزل بسعر 40 دولار وراح تشتغل على سوني 4 بلاي ستيشن 4 والجيل الحالي من اكس بوكس وعلى البي سي، ليش ما رح تكون موجوده على الجيل القادم؟ انا هون لمعت براسي فكره واعتقد في النظريه التاليه، في مطالبات كبيره مؤخرا على البرنس اوف بيرجا سوفت عم تلاحظ هذا الضغط اللي عم بيصير من اللاعبين على هي اللعبه. أه بعتقد كنا بدهم ينزلوا جزء جديد ولكن في جيل كبير ما بيعرف شو هي اللعبه. فهاي اللعبة بيعرفوها لعبة ناجحة ولعبة قوية فعملوا لها ريميك بعتقد ليعيدوا فيها طرح السلسلة هذا احساسي الديناميكي معلم <applause> للموضوع يعني هلا بينزلوا هذا الجزء الريميك ما رح ينزلوه على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز اكس ليش؟ هلا رح قريت مقالة انك رح تقدر تلعبهم Backwards compatibility بالتوافقيه الرجعيه مع الاجهزه أه بس ما راح ينزلوها كنسخه تقدر تشتريها هني اعتقادي والله اعلم بعد سنه راح ينزلونا جزء جديد من برنس اوف بيرجا وهذا الجزء هو عباره عن تعريف للعبه للجيل الجديد اللي ما بيعرفها وراح يعيدوا فيه اطلاق السلسله بعتقد انها خطوه ناجحه وجيده خصوصا اللي مالون لاعبين اللعبه بس للي لاعبين اللعبه مثلا اللي صاروا معلم كبار في العمر مثل حكايتي بدهم جزء جديد بس معلش خلينا هيك خطوه خطوه وان شاء الله يكون في جزء جديد وهي تكون اعاده فتح للموضوع عملت كمان فيديو سابق عن لعبه برنس اوف بيرجا لغوها من زمان هذا الرابط كثير ضايقت انه لغوها لانه كانت لعبه فعلا بتشد الانظار رائعه والانيميشن فيها رهيب في لعبتين تانيات لفتوا نظري جدا بهذا المؤتمر اللعبة الأولى هي Immortal Phoenix Rising شكل اللعبة صراحة حلو يعني الرسومي رسوميا ملفت للنظر احلى شيء شفت تعليق انه مسمينها اساسن كريد نقطتين بريث اوف ذا وايت لانه تقريبا جامعة اساسن كريد عناصر من اساسن كريد ومقلدين لعبه زيلدا كتير أه بس حم... تحمست لها كتير صراحه يعني القصه حلوه اغريقيه أه بتجي انت على جزيرة بدك تنقذ هدول الابطال تبع شو اسمه القصص الاغريقية زيوس واللي غيره اللي بجاد اوف وور بتقتلهم كلياتهم هذيك احلى <applause> ايه بس وقتها شفت الجيم صراحة احبطت شوي لان حسيت الجيم لا يعكس جمالية العالم اللي شفناه بالعروض السينمائية يعني حتى طريقة القتال حلوة فيه افكار جميلة ولكن بتحسها خفيفة لايت يعني ما بتحسها بتعبي الراس يعني اسلوب القتال جدا حسيته وطريقة تحرك الوحوش والانيميشن تبعهم صراحة خزلني يعني اللعبة هي رح تصدر ب 3 ديسمبر بنهاية هذا العام بسنة 2020 اللعبة الثالثة اللي حسيتها عن جد كمان مميزة بهذا العرض هي لعبة رايدرز ريبابليك هاي اللعبة فكرتها جدا مجنونة انك تركب بسكليتات ميتورات بتطير مظلات بتحلق وكل مع بعض يعني ما بواحد نزل معلم هيك بفوتوا اللاعبين كلهم من وين ما كان وامشي يعني لعبة جنان صراحة عالم اللعبة واضح انه حلو يعني شفنا لهون هون كم لقطة جيم بلاي بس طريقة تطبيق هاي الفكرة بعتقد صعبة شوي هي هي رح تكون عبارة انك تنقي سيرفر تشوف كم واحد فيه بالسيرفر وتفوت هذا السيرفر بسعميه مية بسع مية وخمسة وعشرين والله اعلم اه انا تحمست للعبة بس تعلمت شغلة مع يوبي سوفت لا تصدق حتى ترى لا تصدق حتى تلعب لان اذا عملت غير هيك ايه بتنصدم يعني مالي يعني بهي اللعبة بتحسون عم بيضربوا على العاب الميتورات عم بيضربوا على العاب التزلج اللعبة هي رح تصدر بالسنة الجاية 25 فبريوري وكمان رح تكون موجودة على كل الاجهزة من الجيل الحالي والجيل القادم ولون يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو اكتبوا لي رأيكم عن برينس اوف بيرجا مين متحمس للعبة برينس اوف بيرجا واذا كنت من الجيل القديم معلم لعبان الجزء الاول واضطريت اشتري اف اكس فاني اشعر بك معلم. كتبولي رأيكم بالتعليقات يا شباب. كان معكم مسلم جيمراوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.